اقفل البتاع الفلاش. لا ده الفلاش بيطلع الصوره منوره وكده. سمسم امسك حبيبي، استنى خد. طب خد خد، مش عايز الكاميرا دي تسيب. يلا 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 على بعض. النبي طب النور اقفل لي النور. النور ضرب في الازاز مش مخليك تشوفها من بعيد. هي اتصورت دخلت انا صورت. بصي في الكاميرا، بصي في الكاميرا، الكاميرا شايفها يوسف؟ شايفها فين هي؟ يا عم السمكه اهي جوه اهي بتلعب. شايف الدوائر اللي عليها؟ ايوه شايفها؟ اهي دي من كل حوض بقى في سمكه عليها دوائر. فيها دوائر في السمكه. بص كبيره. طب عايزين نفتح. لا يا حبيبي السمك الزغنون كتير كتير كتير. شايفه؟ هو ده جوبي برضه. ما هو ده جوبي. هقول لك انا جوبي ده الوان ست على الله. يا عشان دي كانت عندنا، دي كانت عندنا في البيت الكبيره، دي مش القصيره الكبيره، كانت عندنا. تعالى تعالى استنى ما اشوف السمك الباقي. الله بصي بصي بتاع الارموط الكبير ده. الله بصي الارموط ده. المساحه سمك المساحه اهو. بصي 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 الارموط الباقة متحنطة اهي. طيب ماشي. مش قرموط بنت اسمه مساحة بس نوع مستورد اهو. شفته؟ عايز ازاي بقى تعرف تشوف منين؟ يا ابني يقول لك خدها للصور. ده اسمه بشاروش. بشاروش؟ اه مش بلعب؟ لا مش بلعب. بصي بنتها نوع من انواع البلعب. والله دي معروضة في الإزازة التانية. تعالوا نشوفها. أهي دي وزة. وزة صغننة. إيه ده هما محنطين في البتاع؟ محنطينها. تعالوا نشوف البلطة رايحة فين. ده هيطلعنا فوق مطرح ما جينا بيقفلوها الظهر. تعالوا بقى نكمل تحت عشان نشوف الخفافيش. لا هو كاتب لك ده الشباك. سمسم سمسم ما تجريش وتسيبها. ايوه اقف قصاد الباترينا دي لما تجري. اسمعك عد على فكره احنا ما طلعناش فوق خالص بس لما نخلص تحت. تعالى امشي جنبي يا سمسم. الله طب تعالى ناخدها من هناك بقى. ده هناك ده انا مش بقى اتصور هناك. طب بصي دي ترسة قد ايه؟ ترسة متحنطة. بصي قد ايه؟ محنطينها. عارفة يعني ايه محنطينها؟ دي كلها انواع اسماك بس محنطينها عشان تشوفيها في الاشكال. النبي معاك والله هي كلها كان عليها اسماك وهي شكلها كويس. دي كتاب دي كتاب بعيدة قوي على عيني. خالص دي عامله زي القرموط دي. ده بيضه ده بيضه. سلحف. محلول ملح. حفص. وحاطين فيه بتاع الطحنين فورمالين. سمك وتعبان. سمكة وتعبان. اقول لك يعني زي الحياة البحرية والدنيا كده. حقيقي ده صح؟ ايوه ده حقيقي ده بيبقى في المايه كده.
كان صاحي. شايفه القوقعه الكبيره قوي دي؟ صيصتوا دول طالعينها من الميه. اه وشعب مرجانيه. هما الملوك اللي بيعملوا الكلام ده، اما الرؤساء يعملوا الكلام ده. بص بقى دي قناعه سمك تانية غير اللي احنا شفناه هناك. يا حسن بص دي، حسن بص الزرقاء، بص ظهرها عامل ازاي خط احمر. طب يا حسن بص الزرقاء دي، طب بص دي بص دي طب اه بص لا لا اه ده سمك عينين بطاطا. بصي عينين بطاطا شكله خوف. يلا طب ما تجريش وتسيبني، تعالى في واحده اهي مليانه سمك، في واحده مليانه سمك اهي. ما تسندوش على الازاز. تصوري؟ خش. لا بلاش دي، بلاش الحاجات دي. تعالى تعالى بقى، تعالى بوريكم بقى. يلا بقى عشان اوريكم الحاجات الباقية. الاسود تصدق يا بنتي الهنا بجد يا ماما تعبان اللي جوه بتاعك؟ اه شايفه يا يوسف؟ اه يا واد ده مش تعبان، يا واد ده جلده عامل زي التنين. بص يا ده تعبان والله، ده تمساح يا سمير. اه ولا اللي ورا دي؟ اللي ورا دي تعبان. شوفوا الخفافيش، راقبوها بقى. هو انتوا لازم تفضلوا قاعدين باصين لفوق. شفتيها؟ تلاقيها متعلقه من رجليها. ايوه هي شفتيها. هقرب لها. وريني تليفوني كاميرا وانا اخليك تطلع. وريني فاتحه الفيديو عندك؟ اه. طب روح شيكي تليفون ده. طب جاي ده كمية. ايوه ده حبة كتار اهوت. صحينا بابا. ايوه صحينا بابا. صغير كام؟ شايفين وجبتنا؟ البيوت شكلها ايه؟ شكلها ايه؟ تخاف يوسف؟ يوسف لا اخي ماسك فيني كده بتروح يا عيني يا بنت تخاف؟ بقى من الشجرة دي سمرة. ونتخانقوا مع بعض. تعالى تعالى اما نشوف ايه اللي هناك. ما بيتحركش ويطير الا بالليل يا اميره. هات ايدك. ده كائن ليلي ما بيطلعش الا بالليل. بص يا بابا الشاشة الكبيرة قوي دي مش متحنطة برضه. كبيرة قوي برضه متحنطة. ما خفافيش يا يوسف. يا حسن يا حسن. زحلفه برضه جنبها بطه. التاني ده دي بطه. حقيقي متحنطين. يا عسل. الزحلفه عملت كده. دي حقيقي صحيح كانت صحيه ومحنطوها. ايوه كانت صحيه ومحنطوها. يعني كانت صحيه ومحنطوها. ايه الزحلفه دي؟ تعض اه. شفت؟ اه. لو استويت القلب بحجمها ما تنطش من حته. بص بالراحه قبل ما تقفز. مفيش حاجه هنا مربينا. تعالى
تعالوا تعالوا نشوف الحوض اللي هناك. تعالي يا اميره صورك يا اميره. ايه الحاجات دي؟ كان المفروض يبقى فيها تمساح صغنن. المفروض يبقى فيها تمساح صغنن او ترسه. تعالوا اوريكم التمساح بقى تتصوروا جنبه اهو. اهو التمساح يا عم. وتمساح صاحي كمان مش متحرك. تمساح صاحي تعال. تعالي يا ايوي. جامدة لقينا تمساح صاحي. بص يا سمير بقى. ايوه يوسف. ماشي. حبيبي يا ايوي. يلا روح معاهم عشان تصور. تعالي سمسم. تعال بص الناحية التانية نشوف في ايه. هنرجع تاني تعال. طبعا عدي. ايه ده؟ ده يودينا فين ده؟ تعالى 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 ده فين؟ ايوه هان. مش عارف. ايه ده؟ مش عارف. يوسف تعالى عشان ما نتوهش من ماما. تعالوا نرجع. تعالى عشان بص خايفة خايفة تهبل. طب ماشي نبقى نرجع تاني للتمساح. مش انا خالص بس موجود يعني. ده جميل. ده فاكر الشفاف ده كان عندي فاكرها اللي انت اخترتي وقتها. اه سمكة بيت سمكة صحية اهي. صحية؟ اه اللي هي الزبالة. السمكة اللي بتكون في الازاز. ودي ايه؟ سمكة فنطيط. صوري بقى جنبي. اه يا بابا دي جامدة. استنى كبير يا طه. ايه؟ ايوه ده كبير. ياكل ايه طبعا؟ يعني لا اله الا الله ياكل له معزه صغننه مثلا. والله لا ياكل له معزه حلوه. خلاص يا جماعه. بس بدل ما تلاقي لا عارف يطلع علينا قدنا تبقى زي الفيلم كده. هو انا اركب على ده. لا يا حبيبي. هو ايه ده؟ غلط تركب على ده الاحسن. توصل خلينا بعيد عنه. هو بيجي هو. يلا بص يا يويو. انت عايز تتصور جنبها شكلك؟ ها؟ عايز تتصور جنب السلفة؟ استنى. ايوه. اركب كده بس بقول لك. اه اركب كده. الله يسلمك. سلم تعمل ايه؟ ايوه دي بتفضل تصرف عليا. تعالى ما اعرفش بقى مش همسك تلسكوب انا. تعالى ازي حالك؟ على فكره دي صاحيه. تعالى سمسم ازي حالك صاحيه اهي. عندنا فين؟ كبيرة. يا سلام. اه صحي. ترسة حمراء الأذن. يا ماما.
بص ده تعال يا سمير، كلب البحر اهو. ده حمار البحر؟ لا ده كلب البحر ولا حمار البحر؟ انزل انزل اهو، تعال مش هنفض. زغرت يلا روح العب. بص بص يوسف 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 بينزل في البتاع سخنة سخنة، يقول لك سخنة سخنة بقى. تعال انزل. لعبت التانية كمان؟ ياد سخنة من الساعة. يا سمير بتعمل ايه؟ اهو نزل اتشقلب على الطيش. يلا اعمل مسابقة، يلا يا يوسف اجري ورا يا سمير. طيب مسابقة. بص انت انا هروح له بليل. بيو يا عيني اتخبط في دماغه هنا لما نزل هنا. هو هيروح يلعب في اللي هناك. هو بيصور كده معاك زي ما انت على وضعك ودلوقتي بيسجل. هو اخوها هيركبوا نفسهم. مين لغة في الولاد دي؟ طبعا هم بدأوا. يلا اعملوا النمو يا بنت، روحي صوروهم هناك وشهم. روح يا اسي يلا، ربنا يهديك. يلا يا بنت هتخش، يلا يلا ربنا يهديك. يلا استنى 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 است
بس يا بتشوش احنا عايزين نتفرج عليه. ايوه ده بتنفع عوالقه بتطلع. ايوه كبيره شفتها. استنوا بقى لما يطلع. ركزوا بقى لما يطلع. يا اسود يا مجانين بس ايوه شفتها. ارجع سمير لحسن السمك ده عضك. ليه يا عم اللي بيقول عليك انت يا عسل؟ يا ده بيتخرج. بص انا رجلي دخلت في الحديقه مش شايفها. طب ارجع يا لا مش النهارده الكبيرة. خلي بالك من الواد اللي جنبك سمير. ايوه بدل ما يبهدلنا. استنى الكبيرة اصبروا اثبتوا طلعت. واحدة بص بس يا بنت الشوش احنا عايزين نتفرج عليه. ايوه ده بتنفيع عوالقه بتطلع. ايوه في كتير. ايوه كبيره شفتها. خلاص بقى ما تخسرنيش. استنوا بقى يا اولاد. استنوا بقى لما يطلع. ركزوا بقى لما يطلع. يا عسل اهو. مش بقول لك هطلعهم لك النص اهو. هطلعهم لك النص. يا مجانين اهو في النص. يا مجانين. بص ايوه شفتها. ارجع سمير لحسن السمك ده عضك. ليه يا عم اللي بيقول عليك انت يا عسل؟ يا ده بيتخرج. بص انا رجلي دخلت في الحديد ما حسيتش بيها. بابا انا غلط. فين ارجع يا لا مش النهارده مش النهارده. الكبيرة. خلي بالك من الواد اللي جنبك سمير. ايوه بدل ما يبهدلنا. استنى الكبيرة اصبروا اثبتوا طلعت. واحدة بص اوبا الشد ايه؟
محطة الأسماك أو كما يطلق عليها حديقة الجبلاية بسبب وجود جبلاية رائعة جدا جدا جدا، وهي في شارع الجبلاية في جزيرة الزمالك في القاهرة طبعا، واتسمى بنفس الاسم اللي سماه الاسم ده، وإنشائها كان للخديوي إسماعيل عام 1867 ضمن مخطط لجعل القاهرة باريس الشرق. وطبعا هو قضى فترة دراسته في فرنسا في باريس، ومخططاته كلها جابها من فرنسا ومن شوارعها وميادينها ومنشآتها وحدائقها ومتنزهاتها العامة. طبعا 1863 اشتغل على تحقيق حلمه في انه يخلي القاهرة مدينة حديثة زي فرنسا وزي لندن وزي فيينا وزي روما. طبعا الخديوي اسماعيل كان له كمان اثر غير حديقة الأرمان، هي كانت حديقة الحيوان بالجيزة، واحد من افضل الحدائق في العالم. وفي عام 1902 وفعل الخديوي عباس حلمي حفيد الخديوي اسماعيل تم ضم الحديقة لإدارتها حديقة الحيوان بالجيزة، وطبعا قاموا بتصليح الأحواض المخصصة للأسماك النيلي، وأسماك كتيرة جدا جدا موجودة جواها، عرضنا في 24 حوض تقريبا حوالي 33 نوع سمك، وطبعا من ضمنها أسماك البلطي ومبروكة وسمك المنفاخ اللي هو فيه شوك، وسمك الفاقة وسمك البني وتعابين النيل وقشر البياض والشيلان والرعاد والدقماء والشلبايه واللبيس وخشم البنات كلب النيل اللي عامل زي القرموط والقراميط كمان عرضنها. كل الحياه النيليه معروضه بالكامل في 33 صنف موجودين هناك، وتعاد فتحها في 21 نوفمبر عام 1902. طبعا جمال حديقه الاسماك مش في اسماكها اللي موجوده ومعروضه وبس، لا، في تصميمها المبدع اللي اختاروا فيه مواد بناء مناسبه جدا جدا، مع كونها حديقه مخصصه للاسماك استخدموا فيها طبعا الطين الاسواني المخلوط بماده الاسترومل، الرمل الاحمر والطوب المصنوع من الطين الاسواني، والمواد الدعم الصلبه اللي خلتها عامله زي الشعب المرجانيه من جوه، عاملين اشكال معماريه على هيئه خياشيم اسماك لان هي عامله زي جبلايه الاسماك فعلا من الداخل، وده اللي خلى حديقه الجبلايه او حديقه الاسماك منظرها في منتهى الروعه والجمال والابداع والالقاء. طبعا لو بصيت للمدخل نفسه بتاعها هتلاقيه زي ما يكون سمكه كبيره جدا جدا مرسومه واحنا داخلين في بقها، يعني لو بصيتوا للخريطه هتلاقوها غريبه شويه كانك في وسط البحر والكهوف والشعب المرجانيه. المسطحات الخضراء اللي جواها كويسه جدا جدا جدا، تحتوي على اشجار نادره جت خصيصا من مدغشقر وتايلاند واستراليا، من الغابات النادره اللي بتتواجد في المناطق دي وبتميزها. وطبعا الاشجار دي عامله شكل بديع تحس فيه بمتعه وخيال من حواليك، وطبعا اتصور فيه افلام كتير. خلي بالكوا برضو العادل امام الفيلم اللي كان فيه المسلسل اللي كان فيه العفاريت دوت اللي هي عائلة مش عارف ايه ولا كان مين ده مش فاكر يعني، بس اللي كان فيه عفاريت ده اتصور فيه، انا روحت الفترة اللي كانوا بيصوروا فيها ساعتها، اسمه حسن علام، مسلسل حسن علام. وفيها 49 حوض سمك تاني متنوع ونادر، ده طبعا مفتوح من جنب للشمس تدخله، ومن جوه انت بتشوف الانعكاس بتاعه من الداخل بينور المكان طبعا للدنيس والمياس، وسمكة اسمها البطاطا والوقار والقاروس واللوت والبلاميطة والبربوني، اسماك بحارية من البحر المتوسط والبحر الاحمر. وطبعا فيها انواع عديدة من السلاحف والزواحف والتماسيح والافاعي البحارية اللي بتعيش في المستنقعات والانهار وسط الشعب المرجانية، سمك الخنزير،
فيها 4 صوب لتفريخ السمك، جانب منفخ رئيسي، وصوبتين لمعالجة تنقية المية اللازمة لحياة آلاف الأسماك اللي بتعيش في الحوض العرض الكبير اللي موجود. ويبقى لنا نذكر ان جبلية الحديقة كانت اتقفلت سنة 1965، واتقفلت لفترة ترميم كبيرة جدا 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 لحد لما اتفتحت تحت اشراف وزارة الزراعة مش جنينة الحيوانات بقى، وعيد افتتاحها مرة اخرى للجمهور سنة 1983، وده كان اخر حاجة اتعملت فيها. طبعا هي اسعارها بالنسبة للجمهور سعر التذكرة 5 جنيه لحد النهاردة، والاطفال مجانا، ودي حاجة انا مستغرب لها، ويا رب تفضل كده على طول. يوم الاجازة بيبقى جميل جدا هناك، الملاهي مجانية، الخروجة هناك ليها متعة، في مكان راقي ووسط الاشجار ووسط الاسماك والتراس. بس طبعا وزارة السياحة حبت ان هي تحذف حديقة الاسماك من سجلات الاثار، وطبعا هي ما قدرتش لان هي قديمة، طبعا صعب ان هم يهدوها في الزمالك ويعملوا حاجة تانية يعني، فهتفضل موجودة ان شاء الله تحت حماية الاثار وتحت اشراف وزارة الزراعة. وهي يعني حاجة من أقدم الحديقة، من أقدم الحدائق في مصر، واللي فعلا فعلا محتاجين ان احنا كنا نتكلم عنها ونعرفها للناس، ونقول لهم يا جماعة الخروج ده ممتازة جدا جدا، ثقافة عالية جدا جدا، وفي نفس الوقت ترفيه عن أطفالنا وترفيه عن نفسنا، بان احنا نشوف أماكن كويسة، بان احنا نغير جو، نشوف ناس جديدة، نشوف حاجة جديدة. طبعا ممتع جدا جدا انك تقعد تأكل الأسماك، موضوع جميل جدا جدا. انا بعد انا والولاد قاعدين ناكل السمك وبيلعبوا في المرجيح، طبعا الجو جميل جدا جدا. انصحكم تروحوا هناك يا جماعه، هتستمتعوا فعلا فعلا، وهتحسوا ان البلد دي فيها حاجات جميله جدا جدا. وان شاء الله هنروح مكان جديد، وهنعرفكم على اماكن جديده، هنعرفكم على اماكن ما شفتوهاش قبل كده، ولو شفتوها قبل كده مش هتشوفوها بالتدقيق اللي احنا موصلينه في الفيديو بتاعنا. ويا رب يعجبكم، وما تنسوش الدعم بلايك وشير لكل اصدقائكم اللي نفسهم يعرفوا معلومات عن حديقة الاسماك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله من حياة العشاب. انا استمتعت بالفيديو الجميل ده، ويا رب تستمتعوا بيه معايا، وهنتظر تعليقاتكم، ونتقابل في حلقة جديدة ان شاء الله باذن الله، او فيديو جديد لمعلومة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.